السماء ده يا شكرا. كترنا وبقى كتير مويه. كترنا وبس. طلع معنا زيادة وزن 150 كيلو. يا ستي شو نحن كل يوم حنسافر؟ بعدين بالسفر الواحد بيستحلي كتير شغلات، وأنا مثل ما بتعرفي من النوع اللي ما بحب أحرم حالي من أي شيء بالدنيا. بس بدك الصراحة؟ أنا ما كنت عارفان إنه الأسعار نار لهالدرجة. طبعاً بدها تكون نار، لأنه معظم الشغلات اللي اشتريناها ماركات عالمية ومشهورة. دخلك قديش كلفت هالسفرة؟ يعني بحدود 2.5 مليون. أوف، والله كتير مو هيك؟ والله كتير يا رولا. بتعرفي؟ كان لازم نعمل شوية كنترول، يعني كان بكفي 1 مليون. اقول لحالك، بتعرف إنك حطيت بكازينو لاس فيكاس أكثر من 300,000؟ ايه آلة الروليت لحالها خسرت فيها 5,000 دولار. مو بإيدي يا رولا، مو بإيدي. الكازينوهات فيها سحر غريب عجيب، وكيف الواحد بيدفع كل هالمصاري ما بعرف. شلون ما بتعرف؟ ليش ما بتكون مثل هدول الناس بيفوتوا بيتفرجوا وما بيحطوا ولا فرنك، بيحملوا حالهم وبيمشوا؟ بس انت سبحان الذي خلقك، مدري شو بيصير لك، بتنلهج وبنعمى على قلبك. يا ستي ولا يهمك، كل شيء بيتعوض. انت بس دعي لربك انه هالاسهم اللي اشتريناها بالول ستريت ترتفع شوي صغيره، وساعات شوفي كيف حنصير فوق الريح. ما بعرف يا غسان، انا قلبي نائزني. يعني انت ضروري تشتري بكل المصاري اسهم؟ هيك نظام البورصه، يعني باقل من 50,000 دولار ما فيك تدخلي. بعدين ان شاء الله مفكره كل واحد صار معه قرشين بيلعب بالبورصه على كيفه. يعني نحن كثير كنا مضطرين لهالشغله. لك شو بقى هالشغله؟ هي الشغله احسن شغله. ياما ناس صاروا مليارديريه من وراها، وياما ناس صاروا تحت الارض كمان. لك ليش هالتشاؤم؟ فاهمين ليش نتشائمي هيك؟ خلص لا تخافي لا تخافي، انا دارس الموضوع من كل جوانبه. دارس الموضوع؟ ما شاء الله عليك، اللي بيسمعك بفكرك ما كنت تتكنس من البورصات. اللي بقى شلون دارس الموضوع؟ هلا هذا العصر شو بيسموه؟ عصر شو يعني؟ عصر شو؟ عصر السرعة. لك مين جاب سيرة السرعة؟ هذا العصر يا خانم اسمه عصر ثورة الاتصالات والمعلومات. ايه شو يعني؟ مشان هيك شركات الاتصالات بالعالم هي الشركات اللي لها مستقبل، وكل المستثمرين بيشغلوا أموالهم بهيك شركات. لحد هلا ما فهمت شي. يعني بالقلم نشرح، أنا اشتريت أسهم بشركة مضمونة الربح، وشركة تيليكوم للاتصالات هي من أهم الشركات بالعالم، وأسهمها عم ترتفع يوم بعد يوم، فاطمني وارتاحي وحطي رجليك وإيديك بمي باردة. وبركي هالشركة فلست. لك شلون بدها تفلس؟ شركة ضخمة رأس مالها 100 مليار دولار بتفلس؟ فظيعة، أنت عندك أفكار صبيانية كتيرة. قومي قومي اعملي لنا فنجانين قهوة خلينا نروق رأسنا. قومي مثل ما بدك. قال تفلس.